العين فلقت الحجر. الإعلامية أسماء إبراهيم اتعرضت لوعكة صحية ودخلت المستشفى بعد أيام من تكريمها. فيا ترى إيه اللي حصل لها؟ أزمة صحية بتواجهها الإعلامية أسماء إبراهيم بعد أيام بسيطة من تكريمها. فتفاجئ الجمهور والمتابعين إن بعد كام يوم بس من تكريمها وتألقها دخلت المستشفى بسبب أزمة صحية تعرضت لها. فيا ترى إيه اللي حصل لأسماء إبراهيم بعد التكريم؟ البداية كانت مع صورة نشرتها أسماء ليها من المستشفى. نشرت في ستوري على حسابها على إنستجرام صورة لإيديها وفيها الكانيولا ومعلقة عليها وقالت الحمد لله، وما صرحتش أسماء إبراهيم عن تفاصيل الأزمة الصحية اللي تعرضت لها، لكن المتابعين اتفاعلوا معها وتمنوا الشفاء العاجل وتوقعوا إن سبب الأزمة اللي تعرضت لها الحسد، خاصة بعد ما نجمها علي خلال الأيام اللي فاتت بسبب برنامجها حبر سري وبقت واحدة من أنجح وأقوى المذيعات على الساحة الفنية. فالمتابعين قالوا في التعليقات ربنا يحفظك ويكفيك شر العين، لا حول ولا قوة إلا بالله، العين حقيقي فلقت الحجر. كمان اللي زود تكهنات المتابعين بأنها تعرضت للحسد التكريم اللي حصلت عليه أسمى من كام يوم بس، فمن حوالي أسبوع فازت أسمى بجائزة فالكون أوف ذا يير من مهرجان ضيافة مدينة دبي، وده بعد ما حقق برنامجها حبر سري نجاح كبير في مصر والوطن العربي. وقتها قالت أسمى في كلمتها بعد فوزها بالجائزة أشكر دولة الإمارات، أشكر رئيس المهرجان الدكتور ميشيل فاضل على الجائزة، وسعيدة بأن المهرجان فيه حب ودعم الأشقاء. كمان أسمى خلال الفترة الأخيرة العيون كلها بقت عليها، مش بس علشان نجاح البرنامج ولا لأنها بقت واحدة من أقوى المذيعين، لكن علشان أسمى بتظهر بفساتين وشنط براند بألوفات وفلوس كتير، وده اللي بيخلي العيون دايما عليها لدرجة إن في اللي بيحسدها على لبس البراندات اللي بتلبسه. لكن أسمى سبق وردت على الهجوم والانتقادات دي وقالت إنها شايفة إنها حرة طالما بتشتري الحاجة بفلوسها، وإنها تعرضت للحسد والعين كتير، لكن ده مش بيمنعها إنها تعيش حياتها. مش بس كده، كمان أسمى إبراهيم في أكتر من مناسبة ظهرت وهي بتسافر في طيارتها الخاصة ودايما بتنشر صور ليها من جوه طيارتها، وهنا ربط المتابعين الطيارة اللي بتسافر عليها أسمى بجوازها من رجل الأعمال المهم أعلنت عنه قبل كده. فسبق وأعلنت أسمى بعد فسخ خطوبتها من المطرب موسى إنها رجعت لجوزها الأولاني رجل أعمال معروف، لكن ما حبتش تذكر اسمه. عشان كده حس المتابعين إن الوعكة الصحية اللي تعرضت لها أسمى خلال الفترة اللي فاتت سببها الحسد، وإن كل المذيعات والإعلاميات بقوا بيحسدوها على نجاح البرنامج بتاعها اللي تجدد لأكتر من سيزون، وكمان على صداقتها مع الفنانين ورحلتها المستمرة وسفرها لأكتر من بلد أوروبية. فيا ترى أسمى هتوضح تفاصيل الوعكة الصحية اللي تعرضت لها، ولا هي كمان حاسة أنها تعرضت للحسد؟